من لم يتيسر له الحج فإنه يمكن أن يدرك فضل الحج، وإن لم يكن يمكنه إدراك الإجزاء. وذلك كما جاء في الحديث الصحيح الذي صححه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. فهذا حج متمتع أو قارن، وهو لم يذهب إلى الحج. وهذا من حسن الإسلام ومن فضائل رب الأنام على العباد، أن يسر لهم أنواعا من العبادات. إذا لم يمكن للإنسان يحج، يمكن أن يحافظ على هذا العمل فيدرك إن شاء الله عز وجل أجر الحج، وإن لم يكن يمكنه إدراك الإجزاء.